ويصلح لك النية والذرية. لبي يا أبو علي. الله يحفظك. احنا ما نمشي الا بعد الطيب. طيب ابو علي والمنيون البر ذاك اليوم فطرتنا بعد نفس الحكايه. في موجود في لا وشو؟ البر القصيم. اقول بر القصيم؟ ايوه الحاله. اي بر الجنوب بعضها غالي يصل كيس ما هذه انا قصدي ما همك الا انا ماني معك كم ذاك اليوم من حق القصيم لكن نحط عليها شو اسمه اضافه شويه اضافات حاجات ومنها شو اسمه بث احمر التفه اه اي نحط عليها والخبز منه تعرف الاكل لك ولهلك يا رجال والله ما في شغل الحين والله انا نعمه الحين تجي حبه طال عمرك الان طال عمرك حب الجن شو اسمه القصيم ولا حبه بيجه ولا حبه اي ما هذا انتاج بلدي والله انها نعمه من نعم الله. لكن ما بالنسبه للجنوب يفرق اكيد في 300 كيس في 800 انا والله يا اخي وصل 1000 ريال ابو علي اي وصل 1000 ريال ايوه انا رحت طول عندكم في بيحان الظاهر اي بس ترى قليل النجران والديار ذيك وعينت الغلبة او الهلبة 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 هي وزينة اي والقياض برضه زين زين والله زين هي عدة انواع كثر خيرك ابو سلمان الله يجعله بالعافية حبيبي لا انت لا انت لا انت ودك تاشيل الفطور يا عيوني عندك هذا حط عند شو اسمه واحد حطينا واحد وود الفطور طال عمرك عند الشباب هناك عندك واحد عندك ايوه ايوه اي قفله خليه يشلها حط يدك من اسفل لا تطيع عليك اي لا تشلها بالعروه حقها غير قفله الله يسعدك اي عشان ما تنفك يطول عمرك اعطني هذه حبيبي لا انا بداك يا رجال بسيطه بسيطه بيشيلها حبيبنا ايوه اعطي يدك ايوه ايوه ودها عود ودها عود روح وتعال على هونك ترى يا اخي يا تشوف الحب في اي مكان يعني مثلا كل البر زين لكن يبقى طال عمرك بعض الاشياء يعني لها رغبه كذا محبه وتقول للمزارعين يا ابو علي مثلا طال عمرك الحين يعني يقولون يبيعون الكيس بمبلغ وقدره ترى يكلفهم يتعبهم يا اخوي تعبهم وبعض حلفوا اللي يبيعون الكيس ب 1000 ريال انه يا دوبه يا طول عمره انه يعني يمكن مكسبه حاجه بسيطه لان تكون تخبر عمال وفي زراعه هو انتاج لما نشوف من ازرع الحب في المزرعه حتى انك تحصده كم يجي طال عمرك حراثه وحتى نفس الذريه تشتريه تشتريه غالي تشتري الكيس يمكن طال عمرك ب 300 ولا 200 ولا كذا ويمكن تندبه كمان اي وهذا هو وش الندب؟ تنقي اكيد تنقي الذرع عشان ما يصير فيه شعير ولا يصير فيه كذا ولا يصير فيه ينسرونه يسمونه نسيره ينسرونه نسميها احنا ندب اي ندب يعني انهم يختارون حبه الحبه الكويسه يختارون اختيار طال عمرك حتى بعض الناس عندهم يعني ذر يسمونه ذر او سلاله حافظين عليهم عندهم طال عمرك يعني يمكن عشرات السنين وانت خابر يعني نعم نعم انه طال عمرك مثلا هذا فلان عنده ذر يعني ترى مو كل واحد ياخذه من عنده لانهم عارفين انه يعني راعي امانه وانهم حافظين عليه يعني يزرع اليرمت هذه مثلا او المزرعه هذه يحط فيها مثلا صيب ولا طال عمرك قياط ولا هلبه ولا كذا واذا هذا يعني يحصدها ويحطها لحالها حتى في الجرين نعم لحالها عشان ما تختلط ب يعني نعم ولا كله اصلك ما تفرق بينه الا قليل لكن للذكي اللي مثلك ايوه المابي والاسترالي أيوة والقذا ايوه فما دامنا نتكلم الموضوع هذا ما الظاهر انه على الهواء الظاهر الا الا فليش نقول انه غالي؟ اول شيء بيختارون البذره الطيبه زي ما ذكرنا لكم الحين حتى صحيح. تكون الذر نظيف من الشعير ومن الشوائب من الحشرات ايش اسمها؟ شوائب تجي فيه نسميها احنا ما ادري هذا اعلاف يا طلع اعلاف و أيوة. حتى تبقى بر صافي صافي وبعدين ثم انه ياتي بعدها ايش اسمه؟ التنقية ثم الحماية الحين صارت الطير تأكل أول مرة نشوفها في التاريخ أول مرة نشوفها في التاريخ أنها تأكل البر فيتعبون أصحاب البر كثير أبو عبد الله ولا يهون السامع سم عن الحنان والرحمة